زي ما قلت لك طاقتك كانت عبارة عن دفاع النفس أول شيء خليني أقول الطاقات قبل ما أنسى الطاقات عنا برج أنا هذا بحس الميزان ما بعرف ليش والقوس عنا ناري مائي أكثر شيء هدول اكتر شي بينوا ممكن تتعامل معاهم في هذا الشهر يا برج التور أه الباين انك طالع من موضوع طالع من مشكلة زي ما قلت حاولت او اضطريت انه تدافع عن نفسك او خلال هذا الشهر او نفس المشكلة اللي شفناها في الشهر الماضي عم تكمل هلأ على خير عم بشوفها في امل كبير انه تنتهي لصالحك عم تنتهي فعلا لصالحك في مشكلة مشكلة دخل فيها أكثر من شخص وأكثر من جهة خلينا نقول يمكن تكون مشكلة قانونية عم بشوف عم بشوفك بتدافع عن نفسك طول الوقت ولكن رح تاخذ حقك لأنه الجاستس هون واضحه من بعد غموض من بعد انتظار راح تنتظر فتره انه تعرف شو النتيجه نتيجه الموضوع وكانه هذا المشكله ممكن يكون في العمل راح يعني في ناس رح يخبو عليك امور راح تكتشفها فيما بعد وراح يصير في جاستس راح يصير في عداله اكثر من انت ما كنت تتوقع هذا من بداية الشهر يعني رح تحس في هذا الموضوع انه بلش يرجع لك حقك بلش يكون في امل في تحقيق امنية هون في العمل اكتر شيء انا بشوفها في عندك انا شايفة ممكن يكون بايدك شغلتين عم تشتغل عملين في نفس الوقت عم بتحاول انه تركز هذا الشهر اكتر شيء على العمل اكتر ما هو عاطفة شايفة عمل اكتر ما شايفة عاطفة Uh, والتور بشكل عام يعني بيهتم كثير بال, بالعمل والماده يعني نمبر 1 بالنسبه له من الناس العمليين اللي بي, بيحبوا النجاح في العمل او انه ي, ي, بيحبوا الشغل كشغل يعني بيحبوا العمل نفسه uh, وبيحبوا انه كل مكان الدخل يعني اكثر كل مكان احسن فبشوفكم طول الوقت عم تشتغلوا هذا الاشي عم شوي بيأثر على صحتكم آه شوي عم آه بي بي بيولد عندكم من كثر التفكير في العمل في هاي المشكلة اللي أنا قلت عنها اللي ممكن توقع فيها أو آه إن شاء الله على خير إن شاء الله ما يصير في مشكلة ولا شيء آه ولكن ما حابة أخبي هاي الورقة يعني كتير آه باين يعني حتى لو ما قلت ف زي ما قلت لك في أمور رح آه تتخبى هون عنك ولكن انت رح تكتشفها رح تطلع من هاي الطاقة طاقة الاوهام اللي كانوا معيشينك فيها لانه الكرت مقلوب فرح تطلع من هاي الطاقة وفي امل كتير كتير انه يرجع لك حقك مش بس هيك كمان من عملك اللي انت عم تشتغل وقلتلك عم تشتغل شغلتين او عم تحاول يعني تفوت على بيتك اكتر من دخل عم بشوف فعلا في عائد اخر الشهر كتير كبير وكتير في خلينا نقول امل انه يعني تحسن امورك الماديه شايف الامور الماديه افضل اشي في الورق يعني خلينا نحكي في شخص راح يساعدك شخص انت ما بتعرفه راح يساعدك في حل هاي المشكله شخص من برج مائي ممكن يكون أو من برج ناري شخص ممكن تتعرف عليه يساعدك في هذا الموضوع يخلص لك الموضوع ما بعرف ولكن هذا الشخص على رتبة معينة على على منصب معين عم بيكون بإيدك يعني إيد بإيد خلينا نقول ويساعدك في موضوع من المواضيع ممكن يكون هاي المشكلة اللي أنا قلت لك عنها فإن شاء الله ما يكون في لا مشكلة ولا إشي وحتى لو صار هاي المشكلة رح تنتهي على خير عم بشوف قلت لك رح تحقق كثير عائد كبير رح يرجع حتى لو كان كان عندك أطفال على الأطفال على العيلة على العيلة الكبيرة أو العيلة الصغيرة إذا كنت متزوج أكثر شيء بيّن الورق لكن في تحقيق أمنية من بعد تعب من بعد مشكلة من بعد ظلم معين في جاستس في عدالة وفي تحقيق أمنية تشوف العاطفة بشكل سريع مع إنه التور مش كتير بهمه العاطفة يمكن اه لا في سعادة في سعادة في بداية جديدة مع ذات الشخص للناس اللي 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 مرتبطين او منفصلين مع نفس الشخص اللي بيعرفوه او على علاقة معه او منفصلين عنه شايفة في بداية جديدة في عواطف جديدة عم تنتعش في في التقاء خلينا نقول في خلي واحد اتنين تلات اربعة خمسة في عندك خمس يمكن خمس اشارات خمس ايام خمس شهور لا ما بشوفها شهور بشوف هاد الكرت سريع شوي يعني ممكن خمس ايام تسمع بشي حلو عن الحبيب او من الحبيب مباشرةً من بعد ما انطعنت خلصت كل الطعنات خلص هدول عشرة خلصت كل شيء آه يعني ما ضل حدا إلا طعنك ما ضل حدا إلا آه ما ضل حدا إلا يعني غدر فيك خلينا نقول لا وفي ناس عم تتفرج من بعيد يعني عم تتشمت خلينا نحكي في الفترة من الفترات الماضية ولكن انا شايفك بعد هذا كله يعني بعد ما كنت صابر شوف برج الدور بصبر لمده طويله جدا وهادي جدا جدا ولكن لما ي... العاصفه خلص تيجي عنده بيعصب بيطلع كل اللي بقلبه بيعمل اللي اللي كان لازم ينعمل من زمان فشايفه انه من بعد صبر على ناس كتير عم وخاصه من الحبيب انا شايفه انه هون بما انه فتحنا على العاطفة عم بيكون الغدر من الحبيب عم بشوفك عم بترتب الامور عم بتصبط الحدود حدود الناس كل حد بتحط له حده حتى الشريك او الحبيب عم بتحط له حد عم بتغير من حياتك عم بتغير من نوع حياتك شايف انه الناس اللي امنت لهم غدروا فيك بشكل عام شايفه شايفيتك عم يعني بس انا بوصيك انه شوي شوي يعني مش مش كتير تعصب او كتير تكون ناري هاي الفترة شوي شوي الامور تاخدها ولكن انا بشوف معاك حق يعني كتير انت شفت كتير مر عليك خلال الأشهر الماضية كان في كتير طعنات كان في كتير غدر من ناس أنت ما بتتوقع منهم الغدر يعني الحبيب والقريب وكله ما بعرف كيف الوضع كاين عندك كتير سيء بالفترة الماضية ولكن بترجع في كمان أمنية في الحب ممكن تتحقق وممكن يكون حب في العمل إذا كان خاصة الناس اللي عم بيحبوا أو الشريك تبعهم في العمل رح يكون كتير هذا الشهر واعد خلينا نقول في التقاء في في رجوع للناس المنفصلين حتى للناس المتزوجين او اللي على علاقه عم بشوف في تطور في العلاقه في تحريك للامور هذا عم بتكون الطاقه كلها ناريه في تحريك للامور في الجمود اللي كان عند برج الثور طول الاشهر الماضيه المفاجآت اللي ما كانت سارة وأنا شاهدة يعني على كل الأشهر اللي كانت لبرج التور كان في عنده مفاجآت شوي مش سارة أو مواضيع كانت تسير كان منظلم فيها فشايف لا أنه هاي, هاي الفترة حتى عاطفيا في رجوع لقديم وشايفيتك عم بتودع شيء بتودع طاقة سلبية بتودع ممكن ادكشن ادمان ممكن اشخاص سلبيين عم بتودعهم وتستقبل اشخاص ايجابيين اشخاص ولكن شايفة في عندك حسد بالاوراق يا برج الدور فبس دير بالك من هذا الموضوع في الاوراق العاطفية بين عندك شوية حسد في ناس عم تتطلع من بعيد بتحاول انه تخرب الأمور تعرقل الأمور ولكن المركب تسير يعني زي ما بيقولوا والكلاب تعوي إشي زي هيك ف شايفة إنه هاي طاقة الحسد بس نهتم فيها شوي نحصن حالنا ندير بالنا تحذير لهذا الشهر لبرج الدور شو عم بيكون